فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين قرن المنازل وقرن الثعالب أم أنه هو نفسه؟ القرن في الأصل الجبل، القرن في الأصل الجبل، لكن السيل ما فيه جبل، سمى هو نفس الوادي سمى قرن المنازل، ما فيه جبل. أما قرن الثعالب هذا عند منى، أظنه عند منى، هذا جبل سمي قرن الثعالب لأن فيه ثعالب، والله أعلم. نعم.